هنرفع على الستور، فمحتاجين نعمل اعدادات كده بسيطة. اول حاجة هننزلها هي مكتبة الكراش الخاصة بالفاير بيز. هندخل على البراوزر وهندخل على console.firebase.com ونعمل add project، ندي نيم للبروجكت ده وليكن بلوج، وبيعمل راندوم نيم للبروجكت. هقول اوكي مفيش مشكلة وهدوس continue. هو بيأكد عليا هل انت عايز يبقى فيه اناليتيك؟ انا عايز، فهدوس continue. وبيأكد عليا هل هتربطه بمشروع قديم ولا ديفولت؟ هقول له لا، ديفولت اكونت فور فاير بيز، وهقول كرييت. هياخد حوالي نص دقيقة عشان يكريت المشروع، هنتظر حتى النهاية. كده تمام، المشروع بقى جاهز. هدوس continue وانتظر اللي يدخلني على تفاصيل المشروع او project overview. هنزل تحت كده عند الكراش وادوس عليه، وبيقول لي دي المنصات اللي احنا بندعمها في الكراش: iOS واندرويد ويونيتي وفلاتر. هدوس على how do I get started، هيدخلي على الدوكيومنتيشن الخاص بالكراش. هختار الفلاتر، وبعدين نبتدي نعمل الخطوات اللي هيقول لي عليها. هو بيقول لي او قبل ما تبدا، بس مهم انت تعمل النقطتين. اول حاجه configure and initialize Firebase، دي شويه مكتبات بنسطبها عندنا في المشروع، مهمه جدا ان احنا نحدد باص المشروع، مهم ان احنا نمشي بالخطوات. طيب اول حاجه لازم ان احنا نتاكد منها، في حاجه اسمها Firebase CLI، ودي شهاده لازم ان احنا نكتبها داخل المشروع. بندخل عليها، بنحدد المنصة اللي احنا بنشتغل عليها او الاوبريشن، احنا بنشتغل على ويندوز. من هختار NPM ان هي اسهل. طبعا اول حاجة اتأكد ان انت منزل اخر فيرجن من نود جي اس، ولو مش منزله ادخل على الموقع ونزله. تاني حاجة باخد الامر ده اللي هو NPM install firebase tools copy، وبفتح التيرمينال اللي داخل المشروع، واتاكد ان انا داخل على الباص بتاع المشروع. تمام، هو داخل على الباص، هعمل بيست وادوس انتر. كده انا هسطب المكتبه اللي هي فاير بيس تولز، دي مهمه جدا، بس الاهم ان انا اتاكد ان انا منزل اخر فيرجن من NPM. طيب انا كده خلصت تسطيبها. هو بيقول لي انت عايز تعمل لوجن وتعمل تيست سي ال اي، ممكن اعمل لوجن او اجرب هل انا عامل لوجن ولا لا. ادخل كده على الترمينال وادوس فاير بيز لوجن. طب هو بيقول لي مش متعرف عليها هنا. تمام، احنا ممكن ناخد الباص ده وندخل على السي ام دي، الكوماند لاين العادي جدا بتاع الويندوز، وهندخل على الباص بتاع المشروع وهنكتب نفس الامر فاير بيز لوجن. قال لي اوريدي لوجن ات والايميل بتاعي، خلاص انا كده عامل لوجن. تمام مفيش مشكله. طيب هرجع تاني للخطوات دي، عمليه بقى ان احنا بنكتف الفاير بيس سي ال اي، ودي مهمه جدا نكتفها ونتاكد ان احنا داخل برضو المره الثالثه داخل المسار بتاع المشروع. بيقول لي خلاص احنا اكتفتها والفيرجن بتاعها كذا. طيب الخطوه الثانيه اللي بعديها فاير بيس كونفيجر، دي مهمه برضو، هناخدها كوبي من نفس برضو السي ام دي، ونستنى لغايه لما يحمل المشاريع اللي انا معرفها على الفاير بيس. وهنا هيجيب لي كل، طالما انا عامل لوجن هيجيب لي كل المشاريع اللي موجوده على الاكونت ده، وبيقول لي في بلوج وفي مشروع تاني. احنا البلوج اللي احنا لسه عاملينه هندوس عليه سيلكت، وبعدين هندوس سيلكت على الاندرويد انتر. هو كده بيحمل الكونفيجر بتاع الفاير بيز داخل المشروع بتاعي. نستنى لغايه لما يخلص تماما. تمام، بيقول لي هو موجود قبل كده، انا نزلته قبل كده، بقول له يس. تمام، وهقول له تاني يس. خلاص هو جاب لي الكيز ويعرف لي كل حاجه، وبيقول لي عايز تكمل الخطوات، جاب لي اللينك بتاع الفاير بيز بس انا فاتحه. هكمل بقى باقي الخطوات، هسطب الفاير كور، دي مكتبه مهمه برده.
والفلاتر بوب اد فاير بيز كور تمام. فلاتر كونفجر احنا عملناها قبل كده فمش هعملها تاني. هبتدي بقى ادخل وادخل المكتبتين اللي هو قال لي خدهم امبورت داخل المين دوت دارت، وبعدين هعمل تغيير شويه في الفويد اللي اسمه مين، ان انا بعمل اويت الاسينك عشان يحمل مكتبه الفاير بيز الاول، بدوس الت انتر فبيعملها اسينك اوتوماتيك. طيب بعد كده بيقول لي فلاتر ران، او ممكن ادوس ران داخل الاندرويد ستوديو واشوف كل حاجه تمام ولا في حاجه ناقصه. هو في كده ايرور لان انا في حاجات لسه ما خلصتهاش، فانا هعمل لوجن. لازم اعمل لوجن عشان اتاكد ان كل حاجه تمام، وادوس على اللينك اللي بيبعته لي، فبدخل على ياكد لي على الحساب بتاعي، فاخترت الحساب بتاعي وعملت لوجن، وبعدين بعمل الاو الشهاده على الحساب بتاعي، قال لي خلاص سكسسفول تمام، وقال لي تمام كده بقى في توكن والسكسس تمام. طيب هدخل على الفاير بيس تاني واخش على المشروع، هلاقي الاس دي كي بتاعي موجود وكل حاجة موجودة. هكمل بقى ايه الخطوات اللي ناقصة. طب هو بيقول لي لما دخلت على الاس دي كي بيقول لي في داونلود جوجل دوت سيرفيس دوت جيسون، ده هيبقى موجود المفروض بالخطوات دي بينزل اوتوماتيك، لو منزلش اوتوماتيك هعمله داونلود وانزله في الباص اللي هو قال لي عليه. وقال لي داخل الاندرويد داخل الابليكيشن او الاي اي بي بي، داخل الاي اي بي بي تضيفها، انا لقيتها موجوده تمام مفيش مشكله خلاص. يبقى انا هعمل الخطوات اللي بعديها. الخطوه الثانيه بيقول لي بقى ايه، داخل بقى البيلد دوت جرادل، هتتاكد الحاجات اللي معموله عليها كوماند دي تكون موجوده. بيلد دوت جرادل اهي تمام. داخل الاب ممكن نعمل عليها سيرش، هي مش موجوده، يبقى انا محدد انا محدده غلط، يبقى المفروض ايوه البيلد اللي بره اللي مش داخل الاب تمام. اتاكد داخل ان في جوجل تمام موجوده، موجوده المكتبه الثانيه خلاص مكتبتين موجودين تمام مفيش مشكله. الديبنديز اخد برضو دي كوبي واتاكد ان هي موجوده، هي موجوده، لو مش موجوده باخدها كوبي وبنزلها تحت، هي في الاغلب ما بتبقاش موجوده كده. كله تمام، شكيت على كله تمام. طب الخطوه اللي بعديها احدد الكوتلين مش الجافا، وهدخل داخل بقى ايه الاب اللي هي بيلد دوت جرادل. انا عندي ملفين اسمهم بيلد دوت جرادل، فاتاكد ان انا بعمل تشينج او ابديت في الملف الصحيح. انا دلوقتي داخل البيلد دوت جرادل اللي داخل الاب، هاخد ديبنديز دي كوبي، هي موجوده عندي تحت كوبي، خدها بيست، وهمسح الديبنديز دي وهاخد السطر اللي موجود ده عشان ايه ما نعدلش على حاجه غلط، ونضيفه هنا بيست، وادوس سيف، وادوس نيكست، وبيقول لي كده خلاص انا كده مفترض ان انا خلصت. هتاخد ان انا واخد المكتبتين دول، ان انا واخدهم واخدهم تمام خلاص، هشيلهم تاني. اخر خطوه بقى ان احنا ناخد دي كوبي، انا واخدها بس احنا محتاجين الاوبشنز دي تكون موجوده، فهمسح القديمه وهعمل رن. وكده انا كده خلصت الاعدادات بتاعه الكراش، كده هنتظر ان هو يكمل معايا خلاص تمام. كل حاجه كده تمام، الكراش اتسطب وكل حاجه تمام، ناقص ان احنا نعمل كراش باي فورس. طيب نتأكد ان التطبيق تمام، ندخل عليه تمام مفيش حاجة فيه ناقصة تمام. هرجع كده للفاير بيز كونسول، بلاقي ان هو فعلا ديتكت، يعني هو بيعمل كده طالما انا عملت كونكت من التطبيق فهو خلاص قرا الكلام ده، ناقص ان انا اعمل تيست. هدخل على التيست واخش على فلاتر واخد الكود ده كوبي، ده بوتون لو دوست عليه بيعمل كراش، وبيعمل اول كراش من التطبيق عشان يتأكد ان كل حاجة تمام. فهدخل على الهوم بيج، من الهوم بيج هدخل على وليكن
ادخل على الديتيلز الموجودة هنا، ممكن اضيفه هنا البوتون وسايف، هعمل رن عشان يفتح على الهوم بيج. تمام، فتح الهوم بيج وجاب لي اهو البوتون، هدوس عليه عشان ابقى عملت كراش. طب نرجع للرن كده او الكونسول عشان نشوف هو بيعمل ايه. هدوس عليه تاني، اعمل كراش كده مظبوط. اتاكد الكلام ده من ايه، من الفاير بيز نفسه، هشوف هل ارى فعلا كراش ولا لا. اراه فعلا وبيقول لي انستليشن سكسسفول. هروح للداشبورد عشان اتاكد ان في كراش وصل هناك. ما انساش اشيل البوتون ده عشان ما يبقاش موجود، ملوش لازمة اكتر من ان انا اعمل تيست الكراش. تمام، هو ارى الكراش اللي انا عملته الواحد، بيقول لي هو موجود في اني صفحة واني سطر.